الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان الوثبة من عاصمة الميادين، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي ريسنج، ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير في يوم الثنايا، في يوم الرموز. تابعنا الأشواط المفتوحة، وكان الشوط الأول من نصيب حظ، شاهدنا حظ والحظ مع حظ في كاس المفتوح لحمدان بن سعيد بن يابر، وشاهدنا أيضا مخلص، وشاهدنا الإخلاص مع مخلص للسيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وشاهدنا أيضا خيرة وعسف العمر خيرة في كاس المحليات بقيادة أحمد بن غانم بن حمود الظاهري. وها هو شوط الرابع للثنايا الجعادين المحليات الأصايل، شوط الشداد ينطلق الآن مباشرة. نسير مع مقدمة هذا الشوط، أرى هملول في المركز الأول للسيد عيسى بن خادم بو علامة القبيسي، وفي المركز الثاني هملول في المركز الثاني للسيد راشد بن بخيت بن راشد المزروعي، وفي المركز الثالث حشيم للسيد راشد بن حمد بن مبارك المهيري، وفي المركز الرابع أيضا حشيم للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، وفي المركز الخامس نشوف ناخذ المركز الخامس، وفي المركز الخامس ويحمل رقم 5 شاهين للسيد حربي بن محمد بن كمت العامري. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز الخمس الأوائل، وترقبوا أسامي لها وزنها وثقلها في عالمي هذا السباق. نترقبها أيضا مسافتنا 8 كيلومتر، نترقب التغييرات، شوط شداد شوط ثنايا جعادين محليات أصايل يتنافسا على الشداد وعلى رمزي هذا الشوط. نرجع إلى أبو علامة، أبو علامة على مقدمة هذا الشوط مع هملول للسيد عيسى بن خادم أبو علامة القبيسي على مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الثاني هملول للسيد راشد بن بخيت بن راشد المزروعي، وفي المركز الثالث حشيم للسيد راشد بن حمد بن مبارك المهيري، وفي المركز الرابع حشيم للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري. وصل الآن، وصل وضاح، وضاح بدأ يصل وينتقل، وضحت أموره في هذه اللحظات، ينتقل إلى المركز الخامس للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي صاحب رمز على أرضية ميدان الشحانية في مركز المؤسس، أيضا يأتي ويشارك هنا على أرضية ميدان الوثبة في هذا المهرجان السنوي الكبير في شوط الرمز في شوط الشداد بقيادة مالك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، مالك اليمامة الذي سطرت حروفا من ذهب جميلة الجميلات شاهدناها على أرضية ميدان الشحانية وهي تخطف الكاس والشلفة المفتوحة على أرضية ميدان الشحانية. هذه النتيجة، ونرجع إلى المقدمة إلى أبو علامة. أبو علامة لا زال على مقدمة هذا الشوط بقيادة هملول، رقص وثواوي على المقدمة بقيادة هملول للسيد عيسى بن خادم أبو علامة القبيسي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني هملول للسيد راشد بن بخيت بن راشد المزروعي، وفي المركز الثالث حشيم للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، وفي المركز الرابع حشيم للسيد راشد بن حمد بن مبارك المهيري، وفي المركز الخامس وضاح في المركز الخامس للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة إلى هملول. هملول لا زال مسيطر منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهو يبحث عن الشداد، يبحث عن ناموس هذا الشوط. ها هو هملول على مقدمة هذا الشوط للسيد عيسى بن خادم بو علامة القبيسي على مقدمة هذا
هذا الشور الملاحقة والمتابعة منذ بداية الانطلاق وحتى هذه اللحظات من قبل حملول للسيد راشد بن بخيت بن راشد المزروعي، وانتصفنا نصف المسافة. المركز الثالث هشيم للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري راعم طيلة متواجد مع هشيم في المركز الثالث. المركز الرابع وضاع وكفته مليئة بالترشيحات، ها هو وضاع دائما توضح الرؤية عنده في الكيلو الأخير. وضاع مع المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي في المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس نشوف اللي في المركز الخامس الرامي للسيد فهد بن سيب بن محمد البو سعيد الخيارين صاحب سيارة على أرضية ميدان الشحانية وأفضل تيم تحت اقدامه، ها هو الرامي في المركز الخامس في هذه اللحظات. يا سلام يا الرامي، بنقول صاير ارمي وارموني ولا رميتم؟ على العموم هو الان في المركز الخامس. يا سلام علمه الرماية كل يوما لما اشتد ساعده رماني يا ابو حمدان. يا سلام يا سلام على هذا الاداء، الاداء المتميز على التسلل، التسلل والتغيير من قبل هملول للسيد راشد بن بخيت بن راشد المزروعي، يغير على حساب هملول، على حساب هملول للسيد عيسى بن خادم بو علامة بو علامة بو علامة بو علامة على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثالث، هشيم في المركز الثالث في هذه اللحظات للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، وفي المركز الرابع والضاح في المركز الرابع. والضاح بدأ الآن يقترب، بدأ يقترب والضاح، والضاح للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي الرامي من الجانب الثاني. في المركز الخامس للسيد فهد بن سيب بن محمد البو سعيد الخيارين أيضا كفته مليئة بالترشيحات. يا سلام يا سلام على هذا الشوط، يتميز بالثنايا الجعادين المحليات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا هملول، هملول في المقدمة، هملول في المقدمة، لكن الرامي بدأ يرمي، بدأ يرمي مقدمة هذا الشوط ويغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد فهد بن زيد بن محمد البو سعيد الخيارين على مقدمة هذا الشوط مع الرامي. المركز الثاني والضاح، والضاح في المركز الثاني عينه على الرمز الثاني في رصيده، يبى يسجل حروفا من ذهب مع هذا الشعار، شعار المميز، شعار ايضا معروف مع السبك مع رعد مع اليمامة مع شاهين مع وضاح ايضا يشارك هنا اليوم. يا سلام يا سلام يا المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي دافع بوضاح في هذا الشوط، ها هو وضاح بدأت توضح الرؤية الآن ما بين الرامي ما بين وضاح. أيضا هناك انضمام، انضمام من هملول للسيد ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي للسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي في المركز الثالث. وفي المركز الرابع مصيحان للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري. يا سلام السندباد، السندباد القطري غادم غادم غدوم غوي مع مصيحان. نرجع إلى المقدمة، إلى الرامي وإلى وضاح. الرامي لا زال على مقدمة هذا الشوط، لا زال مسيطر على المقدمة. الرامي الرامي لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات. يا سلام المرشحين على المقدمة يتنافسون على المقدمة. وضاح بدأت خطورته تظهر أكثر وأكثر تلغاي بدون أي أوامر تذكر من المالك والمضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية، العناية التامة لدى وضاح سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام، نبى نقول مرغم 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 عند خط النهاية، سبقني البلوي وقال على مخلص مرغم مرغم مرغم. يا سلام يا الشعار المميز، شعار مرغم متواجد على أرضية هذا الميدان وفي كل زمان وفي كل مكان في الدولة أو خارج الدولة، دائما يبث لهم السلامات. ها هو مخلص على مقدمة هذا الشوط.
وضاح في المركز الاول، وضاح لا زال على مقدمة هذا الشوط للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثاني حملول للسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي. يا سلو يا سلام، الامور اشتدت، الامور اشتدت. وضاح على المقدمة، وضاح للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، حملول 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 يتسلل للسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي. يا سلام يا سلام، الممثل الدائم لأهل الساد ولا لأهالي الوثبة مع هذا الشعار، مع هذا الشعار، شعار محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي. ينتزع الشداد، ينتزع الفوز، ينتزع السلامات إلى أهالي الوثبة، إلى أهالي الساد. على ظهر حملول بدأ ينبرد، بدأ ينبرد بمقدمة هذا الشوط. بنقول سلام سلام عليكم يا أهل الوثبة، واسعد الله صباحكم يا أهل الساد مع هذا الشداد، مع هذا الأداء المتميز الذي قدمه حملول للسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي. مشكور مشكور يا أبو محمد على هذا الأداء المتميز، على فوز حملول بالمركز الأول وبشداد هذا الشوط للثنايا الجعادين المحليات الأصايل. المركز الثاني وضاح للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث مطيلان للسيد راشد بن حمد بن مبارك المهيري. المركز الرابع، المركز الرابع حشيم للسيد محمد بن مظفر بن محمد العامري. المركز الخامس الرامي للسيد فهد بن سيف بن محمد أبو سعيد الخيارين. هذه النتيجة تابعتوا ويانا أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، تابعتوا هذا الشوط وشاهدتوا الصراع الشديد الذي استمر تقريبا بعد ما قطعنا 7.5 كيلو قدر حملول أنه ينتزع المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز، ينتزع الشداد، ينتزع رمزي هذا الشوط للثنايا الجعادين المحليات. ومشكور يا بن الحوش على هذا التضمير واحتصاري هذا الشداد واحتصاري هذا الشوط من تحت أقدام حملول الذي قدم أيضا عروض جميلة وانتزع الشداد بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. ها هو تشاهدون على شاشة التلفزيون ساعة تسلل إلى مقدمة هذا الشوط والمحافظة حتى خط النهاية بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. 12 دقيقة 57، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي. تهانينا لأبو محمد الذي وصل في المركز الثاني وضاح قاطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدر. نشوف التوقيت 13 دقيقة 5 ثواني بالوفاة تمام. تهانينا